مرحبا، السلام عليكم، كيفكم أصدقاء المتابعين؟ اليوم عنا سؤالنا لليوم سؤال اختبار. ما معنى كلمة أيه؟ اختر الصورة المناسبة للمعنى. هذا السؤال أطلقناه في منتدى القناة، أرجو من الجميع الإجابة عن هذا السؤال في قسم التعليق، وأيضا اذهبوا إلى المنتدى واختاروا الصورة المناسبة لهذه الكلمة أيه. تمام، وإذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار اكتبوه بقسم التعليقات، وللانضمام بدوراتنا التعليمية تواصلوا معنا عبر الواتساب. إن شاء الله راح يكون عنا سلسلة سؤال اختبار كل يوم، وطبتم بأمان الله، والسلام عليكم.